يعرف الجميع تجارة البضائع، دفع الأموال وأخذ البضائع. إذن ما هي تجارة الخدمات؟ في الواقع إنها نفس الشيء، لكن البائع لا يبيع البضائع بل يبيع الخدمات. حددت منظمة التجارة العالمية 12 مجالاً رئيسياً لتجارة الخدمات، بما في ذلك خدمات الأعمال وخدمات الاتصالات وخدمات البناء والهندسة ذات الصلة والخدمات المالية والخدمات المتعلقة بالسياحة والسفر والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل والخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات التعليم وخدمات قناة التوزيع والخدمات البيئية وغير ذلك. من خلال الناتج المحلي الإجمالي العالمي يمكن أن نجد أن صناعة الخدمات احتلت تدريجياً مكانة رائدة في الاقتصاد العالمي، وتمثل نحو 70% من إجمالي الاقتصاد العالمي، وتقترب نسبتها في بعض الاقتصادات المتقدمة من 80%.